يا ترى تأثير الصيام المتقطع وصيام شهر رمضان وكل سنة وحضراتكم طيبين إيه على الكلى بالذات الناس اللي عندها أمراض الكلى المزمنة؟ أهلا بكم في التكاية حكاية. الأبحاث ورت الصيام بالماء المتقطع سواء 12 ساعة أو أكتر وبنشرب مية في وسط الصيام بيحسن الفلترة بتاعة الكلى وبيزود الأرقام شوية وبيقلل أرقام الكرياتينين مع الوقت. ليه؟ بكل بساطة الصيام بيقلل حاجات كتير قوي بتعمل أصلا أمراض الكلى، منها مقاومة الإنسولين، منها الالتهابات، الضغط بينزل، ودي عوامل كتير قوي من أهم أسباب أمراض الكلى أصلا، فبتتحسن. لكن الغريب أني لما بصوا، والحقيقة دي مجموعة صغيرة أقل من 100 بني آدم، بس بصوا عليهم في شهر رمضان بيحصل ايه مع الصيام الجاف، وجدوا ان الفلترة قلت سنة بسيطة والكرياتينين علي شوية بسيطة قوي، يعني 3/10 تقريبا. طبعا واضح ان احنا محتاجين ابحاث اكبر شوية في اعداد اكتر شوية، بس في رأيي الشخصي معروف ان الكلى ما بتحبش الجفاف وان شرب المية مهم جدا لوظائف الكلى. تكتكاية ولا مش تكتكاية؟